مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم اليومي همزه وصل. نتواصل معكم حول احد من الموضوعات التي تدور في فلك حياتكم. تحدثنا كثيرا عن الزياده السكانيه، وصلنا ل 100 مليون مواطن مصري على ارض مصر. نحن لا نعيش على المليون كيلومتر مربع، ولكن نعيش على 5-8% من هذه المساحة فقط. تحدث كثير منذ أكثر من 20 عام عن موضوع الزيادة السكانية وبرامج الترشيد الإنجاب والترشيد السكاني وغيره، في حين أن الكثير من الدول ترى أن السكان هي ثروة اقتصادية هامة، ولكن ربما لسوء إدارة أو لغيره يرى البعض أن السكان هم عامل لأكل تآكل الموارد. عموما سنتحدث اليوم عن هذا الموضوع، وسؤال حلقة اليوم كالتالي: كيف ترى قرار وزارة التضامن باختيار 10 محافظات لتنفيذ مشروع الحد من الزيادة السكانية؟ فنحن في هناك قرار ومشروع من وزارة التضامن للحد من الزيادة السكانية سيتم تطبيقه في 10 محافظات لكيفية سترى هذه الموضوع. بالطبع يمكنكم التواصل معنا، سماع آرائكم ومقترحاتكم دائما على همزة وصل اي جي على جميع مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك. تابعونا، شاركونا بآرائكم ومقترحاتكم، نحن في انتظار مشاركتكم في هذا البرنامج الذي نعتمد فيه على مشاركتكم، آرائكم، مقترحاتكم، ونصل بها لأعلى المستويات. دعونا نخرج إلى تقرير سريع يضعنا في موضوع حلقة اليوم، ثم نبدأ بعدها معكم التواصل. برضو هقول في عجالة شديدة أنه أكبر تحدي النهاردة بيواجه مصر هو الزيادة السكانية. تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مشروع الحد من الزيادة السكانية 2 كفاية، حيث يمثل هذا المشروع أحد روافد برنامج تكافل الذي تنفذه الوزارة. رئيس الوزراء شهد بدء الخطوات التنفيذية للمشروع بتوقيع بروتوكولات تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة للتعاون في الإشراف الفني على عيادات تنظيم الأسرة وتوفير وسائل تنظيم الأسرة وتسيير قوافل طبية بالمناطق الأكثر احتياجا، وبين وزارة التضامن والهيئة العربية للتصنيع التي تقوم بتطوير 70 عيادة أهلية بالأجهزة والمعدات اللازمة، وكذا وزارة التضامن وممثلي 10 جمعيات أهلية من المحافظات التي تم اختيارها. ومن المقرر أن يتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في 10 محافظات هي الأكثر احتياجا والأعلى من حيث معدلات الإنجاب، وبها أكبر عدد من السيدات المستفيدات من برنامج تكافل. وينفذ المشروع في أكثر من 2000 قرية ضمن 119 قسم ومركز في المحافظات العشر المستهدفة، وهي أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الجيزة، البحيرة. تكلفة المشروع تصل إلى 100 مليون جنيه، يتحمل صندوق إعانة الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي 90 مليون والباقي منحة من صندوق الأمم المتحدة للسكان. المشروع يتم تنفيذه من خلال 100 جمعية أهلية تم اختيارها وفقا للجنة فنية ضمت خبراء في مجالات متعددة تم تقييمها على أسس زيارات ميدانية للتحقق من قدراتها فنيا وإداريا وماليا. كما سيشارك في المشروع أكثر من 2500 متطوع ورائدة ريفية وأكثر من 140 طبيب وممرضة. من جانبها ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي أن مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة يأتي في إطار جهود الدولة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة، والتي تضع القضية السكانية على رأس أولوياتها للحد من الفقر وتحقيق نمو اقتصادي ملموس يضمن حياة كريمة للمواطن المصري. يذكر أن قضية الزيادة السكانية تمثل تهديدا حقيقيا للجهود المبذولة من جانب الدولة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. إذن تابعتم معي مشاهدينا الكرام هذا التقرير وضعنا في موضوع الحلقة هذا المشروع من التضامن الاجتماعي، وسيتم ربط مشروع تكافل وكرامة
لما يقرب فوق 1,000,000 سيدة ما بين تتراوح عمرها ما بين 15 لـ49 عام. نحن نتواصل حول هذا الموضوع، مشروع الحد من الزيادة السكانية، ربط هذا المشروع بتكافل وكرامة، كيفية التأثير، ودائما نتلقى تعليقاتكم وأراءكم ومقترحاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي. همزة وصل إي جي هو عنوان الموحد على جميع مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك، وأبدأ بالتواصل معكم لسماع آرائكم ومقترحاتكم، وأنتقل إلى زميلتي آلاء حامد ومجموعة من التعليقات. آلاء مساء الخير، يعني طبعا تعليقات أكيد حول هذا الموضوع، موضوع بيدور في فلك حياة الناس وأيضا بيمس الأسر بشكل كبير. حسام مساء الخير، ومساء الخير أيضا مشاهدينا. بالفعل حسام هناك وجهات نظر متعددة ومتنوعة تتناول مشكلة الزيادة السكانية من أبعادها المختلفة من خلال هذا القرار لوزارة التضامن باختيار 10 محافظات لهذا المشروع للحد من الزيادة السكانية، ومن خلال أيضا التأكيد على ضرورة وأهمية أن تكون الطاقة البشرية الهائلة الموجودة في مصر تكون عاملة ومنتجة ومفيدة للمجتمع من خلال مختلف السبل. نتعرف سويا على تفاصيل الآراء التي وردت إلينا عبر صفحة البرنامج، والبداية مع محمد الشريف يقول: المشكلة ليست في زيادة عدد السكان، فلننظر إلى عدد السكان في الدول العظمى المتقدمة التي نتشابه معها في مساحة الأرض، وكيف يتم استثمار الطاقة البشرية في الإنتاج والتنمية المستدامة. شعوب تصدر منتجاتها إلى جميع أنحاء العالم، أين نحن الآن أصحاب حضارة 7,000 عام؟ معا نستطيع إن أردنا أن نتقدم، فعلينا أن نتخذ من تلك الدول مثال نحتذي به، فالدول العظمى تتقدم بالعلم والتنوير وليس بنظام يعتمد على العشوائية في التفكير، فنظل محلك سر نتيجة عجز وعقم فكري مترسخ من زمان. محمود الضوء أيضا له تعليق مطول يقول في مجمل: نعم تكون مبادرة وزارة التضامن باختيار 10 محافظات للحد من الكثافة السكانية بتوجيه والتوعية للأسرة والمجتمع، وذلك نحو مجتمع منظم في الإنجاب لحماية صحة الأم والطفل، وأيضا مراعاة الظروف المعيشية والاجتماعية والاهتمام بتنشئة الأطفال. إذن حسام هي بداية للآراء التي وردت إلينا عبر صفحة البرنامج، وبالطبع سنعود مرة أخرى لاستعراض المزيد من هذه الآراء، ولكن الآن إلى بداية الحوار والنقاش فإليك حسام. بشكرك يا آلاء، وطبعا بشكر كل من شارك معنا بالتعليق والمشاركة، فأنتم أساس هذا البرنامج. ننتقل إلى اتصالات هاتفية، سأبدأ بدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، نسألها عن أهمية هذا المشروع. دكتورة سعاد تحياتي في البداية. أهلا وسهلا وتحياتي للمشاهدين الكرام. أهلا بحضرتك دكتورة، كل سنة وأنت طيبة. طبعا بنتكلم بقالنا سنين وسنين على موضوع الزيادة السكانية الأسر الكبيرة، يعني أهمية هذا المشروع في هذا التوقيت بالذات وربطه بمشروع تكافل وكرامة شايفاه إزاي؟ حضرتك إحنا الأول بنتكلم على استراتيجية الدولة مش على وزارة بعينها. كان معالي وزير الصحة والسكان أطلق استراتيجية منضبطة للسكان أمام فخامة الرئيس السيسي في المؤتمر الرابع للشباب في يوليو 2017. الاستراتيجية دي لأول مرة أطلق عليها المنضبطة، لأنها فعلا بتقيس بالمؤشرات والأرقام وبتشارك فيها جميع وزارات الدولة المعنية وليست وزارة الصحة فقط. من هذا المنطلق كان صندوق الجمعيات في وزارة التضامن الاجتماعي في تمويل بقيمة 75 مليون جنيه، فحبوا يوجهوهم للقضية السكانية عن طريق تجهيز عيادات الجمعيات الأهلية. باقي البرنامج بتقوم بتنفيذ وزارة الصحة والسكان كشريك أساسي في تقديم الخدمات الصحية عن طريق العيادات واستخراج التراخيص لعيادات تنظيم أسرة الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى نشر الوعي والاتصال المباشر بالمنازل بمنازل الأسر المستهدفة عن طريق الرائدات الريفيات التابعين لوزارة الصحة والسكان، وتنظيم دورات تدريبية للأطباء والتمريض، وقياس الأثر في المناطق التي تستهدف برنامج. طيب دكتورة سعاد، خلينا ننزل على الأرض كده ونتكلم بشكل بسيط عشان برضو الناس تفهمنا موضوع يعني الخلفة الزيادة. ده جزء منه اجتماعي، جزء منه ثقافي، جزء منه ضعف موارد الأسر. كان زمان فيه اللي هو الصحة الإنجابية كانت بتساعد السيدات في وسائل منع الحمل وغيره وغيره وغيره. إزاي نبدأ نشتغل على هذه العوامل المختلفة، سواء إذا كان كشف
عن طريق صحة، إذا كان يعني مساعدة الناس دي بوسائل منع حمل، تغيير فكر وثقافة، هتشتغلوا إزاي؟ عايزين نشوف الخطة على الأرض إزاي؟ حضرتك إن برنامج تنظيم الأسرة، البرنامج القومي اللي تتبناه وزارة الصحة والسكان وتدعمه الدولة، البرنامج ده ليس فقط تقديم ندوات توعوية أو رسائل صحية، تمام، ولكنه أكبر من ذلك بكثير، فهو يوفر وسائل تنظيم الأسرة كافيتيريا كاملة من الوسائل، سواء الوسائل الموضوعية أو الوسائل العادية طويلة المفعول وقصيرة المفعول للسيدات في سن الإنجاب، بدعم كامل من الدولة وبأسعار رمزية جدا في المناطق الحضرية. نعم، احنا بنوفر وسائل تنظيم الأسرة في وحدات وزارة الصحة والسكان، وأيضا في الجمعيات الأهلية وفي عيادات الجامعات. طيب، خليني بس أنتقل لدكتورة أمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة، أرجوك يبقي معي دكتورة سعاد عشان نسأل على الجانب الاجتماعي والثقافي اللي بيدخل فيه الجانب الديني. دكتورة أمنة، تحياتي. تحياتي لسيادتك وللزميلة الفاضلة اللي في الجلسة. أهلا بحضرتك دكتورة أمنة. طبعا لو جينا نتكلم على موضوع تحديد النسل عموما، نسمع آراء كثيرة بتقول إن هو حرام وإن هو ده مخالف لإرادة الله وغيره وغيره وغيره، وعشان ينجح مشروع زي دوت لازم نبدأ في تغيير الفكر والثقافة اللي بيدخل فيها طبعا جزء منها الثقافة الدينية. أيوة. نعم، شوف، أولا إحنا لابد أن نأخذ النص بما قيل في مناسبته في حينها. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال: دعوة للشباب، تناكحوا تناسلوا فإني مفاخر بكم يوم القيامة. نعم. لأن كان المسلمين في هذا الزمن بضعة مئات أو 2003. نعم. تكاثروا بعد ذلك، وحذر صلى الله عليه وسلم عندما قال يعني احذروا أن تتكاثروا حتى تصيروا كالسيل، كغثاء السيل. نعم، كغثاء السيل. نعم. إذن هنا لابد أن نوازن بين لما قلة المسلمين في هذه المرحلة وطالب الشباب أنهم يتجوزوا ويعتصموا ويبقوا منتجين. نعم. ثم تعالى أنا هطرح السؤال اللي يجب أن يطرحه أي شيخ يتكلم في هذا الموضوع. فضل. هل الرسول هيتفاخر بأطفال اللي تحت الكباري؟ نعم. أدي واحد. هل الرسول يتفاخر بالأطفال المرضى؟ هل الرسول يتفاخر بأطفال قاعدين يشتغلوا في ورش العربيات، لا علم ولا صحة ولا أمان؟ يعني أرجو أن احنا ندرك أهمية ما نقول. نعم. التفاخر يكون بالعالم، بالطبيب، بالأستاذ، بالإنسان، بالإنسان الطيب حتى، يعني بالإنسان البسيط الطيب. نعم. طيب دكتورة أمنة، فكرة يعني تجديد الخطاب الديني تحدثنا فيها كثيرا، ربط الخطاب الديني بالحياة المعاصرة، يعني ربط الخطاب الديني بالحياة المعاصرة، هو ده أساس التجديد. إزاي بقى ده يتم تحقيقه فعلا على الأرض؟ يتم تحقيقه، أنا طالبت بهذا الأمر من 15 سنة. نعم. عندما كنت عميد لكلية الدراسات فرع الأزهر بإسكندرية وأنا في مجلس الجامعة. نعم. وأقول للمشاهد الكريم بالحرف الواحد الذي قلته في مجلس الجامعة أيام الدكتور عبد الفتاح الشيخ رئيس الجامعة العظيم الذي لا يتكرر. نعم. عندما قلت لهم يا عمداء، كنا 67 عميد في مجلس الجامعة، يا عمداء جامعة الأزهر، هل نحن قادرون على أننا لا نقتلع من جزرنا ولا نغترب عن مستجدات عصرنا؟ ما بين عدم الاقتلاع وما بين عدم الغربة من الجديد، الرسول عليه الصلاة والسلام نبأ به وقال: يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد دين هذه الأمة. هل نحن قادرون أن نكون مجددون ولا مجرد ورثة؟ إحنا ورثة هيلين وورث بخلة جدا، لا نطير طفلة مننا كلمة. هذه حقيقة، ولكن ورث دون أن يضيفوا لهذا الموروث وهذا الميراث أي جديد، هي ده اللي احنا بنعاني منه الآن. والحياة في كل يوم في شأن وكل يوم فيها الجديد، متى نوزن ما بين ما ورثنا وبين ما نطالب بتجديده لمواكبة قضايا العصر؟ هذا الذي أنادي به
من أكثر من 20 سنة. نعم دكتور أمنة، أرجوك ابقي معي وأنتقل مرة جديدة للدكتور سعاد عبد المجيد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة. دكتورة سعاد، فكرة عدم التوازن في الأسر أو في المحافظات، نلاقي محافظات كثيفة السكان الأسر فيها تتعدى 5 أفراد، وطبعا دي بتبقى في الطبقات البسيطة جدا وتحت البسيطة، وفي أسر تانية ما معهمش إلا طفل واحد. إزاي نعمل توازن إن يبقى عندنا طفلين مثلا، يبقى الناس مبسوطة اللي ربنا قدر يديهم أولاد، وفي نفس الوقت يقدروا يعلموهم كويس ويقدروا يلاقوا لهم وظائف بعد كده وغيره؟ دي الخطة التنموية. وإزاي نقدر نوازن ما بين الأسر البسيطة جدا اللي مربوطة بتكافل وكرامة وغيره وغيره وغيره؟ حضرتك احنا ما بنتكلم على ملف السكان، بنتكلم ليس فقط على الناحية العددية ولكن على تحسين الخصائص السكانية وخلخلة الكثافة السكانية في بعض الأماكن للمدن الجديدة، والمنظور العددي للأسرة أيضا. تمام. حضرتك استكمالا للأستاذة الفاضلة دكتورة أمنة نصير، دكتورة اتكلمت على مفهوم الإسلام في وقت محدد، ولكن احنا ايضا بنروج للمباعدة بين الاطفال وليس فقط لتنظيم الاسرة كشعار وخلاص، لا، احنا المباعدة بين الاطفال وردت في القرآن بتاع وحمله وفصاله 30 شهرا، ان الام او الاسرة يعني ما بين الحمل والحمل مثلا يبقى في 4 سنين لغاية ما يدخل المدرسة على الاقل، اعمال ما تجيب الطفل الثاني عشان ياخد رعايته، ياخد كفايته من الرضاعة الطبيعية ومن اكتشاف مواهبه ومن الرعاية الصحية، وأيضا نعطي فرصة للأم إن هي تكون فرد عامل في المجتمع. اللي نعم. حضرتك كانوا بيتكلموا على الصفحات والسيدة الفاضلة المذيعة اتكلمت عليهم في الدول المتقدمة، المرأة بتعمل كالرجل بالضبط في الخارج. صحيح. يعني بيشارك المرأة والرجل بيشاركوا في عمليات التنمية للمجتمع. نعم. لكن احنا عندنا المرأة بيعوقها المشاركة في عمليات التنمية العدد الكثير للأطفال والحمل والولادات والإجهاض والمشاكل الولادات المتعثرة والزواج في سن مبكر، ففي مجموعات من السلوكيات بنريد ان احنا نغيرها في الريف المصري، وبنروج لمحو الأمية وبنروج لتعليم الفتاة وعدم تسرب الفتيات. طيب دكتورة، دي نقطة مهمة جدا، فكرة الزواج المبكر مع الوزارات. نعم. الأخرى. نعم، فكرة الزواج المبكر، احنا ما زال عندنا زواج مبكر وإن كان أصبح خفي بشكل أكبر عشان طائلة القانون، ولكن عندنا ما زال زواج مبكر، وأنا سمعت أعمار يعني بقت غريبة، يعني من 13 سنة بدل ما كان 16 سنة بقى 13 سنة، والأهالي بتجوز لما طفلة أو بنت عندها 13 سنة ل 16 سنة هتخلف، هتقدر تربي إمتى ولا هتدي صحة ما زي حضرتك كان نتاج الزواج المبكر ده في مجموعة من الظواهر السلبية والصحية المتردية للأجيال طبعا. الجديدة للأطفال عندنا أعلى نسبة تقزم موجودة في الصعيد وفي الريف نتيجة الزواج المبكر، نسبة الأنيميا عالية في الأطفال وفي الأمهات. تمام. النزيف بعد الولادة بيبقى أكتر في الأم اللي بتبقى سنها صغير، التشوه الجنين، سقوط الأطفال. وطبعا ده بأي حال من الأحوال يا دكتورة دي حاجة ما تخليش يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يباهي بينا. يعني خلينا نرجع لدكتورة أمنة نصير، أرجوك يبقى معي دكتورة سعاد مرة تانية. ودكتورة أمنة، يعني لما يبقى عندنا فتيات في عمر لسه يعني 13 سنة ل 16 سنة لم ينضجوا أصلا كفكريا ولا جسديا عشان ينجبوا وعشان يجيبوا لنا أطفال فيهم أمراض أو غيره، يعني نرجع للنقطة اللي حضرتك أثرتيها، هل سيباهي الرسول بينا الأمم أبداً بالشكل ده؟ أبدا، لسنا بهذه الأمور موضع مباهاة له صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم. وأنا عايز أكد على أمر بأن والقرآن ينزل كان هناك الصحابة يعزلون يعزلون بما معنى تنظيم الناس. نعم. الحقيقة الأخت اللي كانت تتكلم فيها أنا ما قلتش تحديد، هناك فارق اللغة، استخدام المفردات. نعم. اللغة بالطريقة العلمية المحددة لابد أن نتعامل بها. أنا أقول تنظيم الناس. طيب خلينا برضو نفهم الناس يا دكتورة عشان المحدد الألفاظ دي بيتم التلاعب بها في الإعلام وغيره، إيه الفرق بين التحديد والتنظيم؟ التنظيم أن أنا أباعد بين الفترات الحمل. تمام. بحيث الطفل يأخذ وقته في الرضاعة، يأخذ وقته في الرعاية.
يأخذ وقته في العناية باستخدام وسائل منع الحمل عادي. نعم هذه لا ضير منها ولا أبدا يرفضها الإسلام. تمام. أبدا. أنا عايزة أصحح حاجة عشان هقفل بعدها على طول. اتفضل يا دكتور. ألا وهو ترويج بعض الخطباء المساجد إن السيدة عائشة تزوجها الرسول أو بني بها وهي عمرها 9 سنين. هذا نعم. كلام غير سليم. نعم. الحسابات الدقيقة بين عمر السيدة عائشة وعمر أختها السيدة أسماء بينهم 10 سنين. وما بين الهجرة من مكة إلى المدينة وابتنى بها الرسول عليه السلام كانت على أقل تقدير من 16 سنة ل 18 سنة. نعم. مسألة 6 سنين و 9 سنين والحواديت اللي يروج لها أصحاب الهوى غير سليمة علميا وغير سليما بالمنهج المقارن الذي استخدمه. طيب دكتورة أمنة قبل ما تقفلي بعد إذنك يعني كلمة تحديد طيب. النسل اللي هو هنا محرمة أنه يمنع التحديد يعني يمنع التنظيم يعني المنع. طيب مثلا واحد جاب ثلاث أطفال وخلاص مش عايز يجيب بعد كده خلاص يبقى ده يبقى هنا اسمه تحديد هل هو حرام ولا حلال؟ لا يبقى نظم ما يجيبش حاجات بس تمام. انا اصلا مش عايزه المصطلحات بتدخل مفهومه أي ما انا بتكلم في كده احنا عايزين نتكلم بصراحه وببساطه عشان الناس ما تقعدش تتلاعب بالمصطلحات. دكتوره امنه نصير استاذ الفلسفه والعقيده. نعم هو الذي يبيح الاسلام لا غبار عليه. نعم انا بشكرك جدا. التنظيم بين الفترات التنظيم ان انا اكتفي بثلاثه اكتفي باثنين ممكن ماشي. وبعدين أنبه على حديث صلى الله عليه وسلم في هذه الفوضى عندما يقول كفاك إثما أن تضيع من تعول. نعم. ومن يأتي بهذا العدد من الأطفال ثم لا يعوله ولا يرعاهم صحيح. فأعظم إثم أعظم إثم صح رب صحيح الأسرة. إن أنا طلع مجرم أو إن أنا طلع إنسان غير صالح دي طبعا ده أكبر إثم من هذا صحيح الإثم. أنا بشكرك إن الأباء ينتبهوا. أنا بشكرك دكتورة أمنة نصير أستاذة الفلسفة والعقيدة على مداخلتك الهامة ديت وأعود مرة تانية للدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة. دكتورة سعاد يعني خلينا نتكلم بقى بشكل عملي إمتى سيتم هذا المشروع سيبدأ إمتى والخطوات المحددة خطته الزمنية قد إيه بعد العشر محافظات دول هنعمل إيه سريعا أرجوك حضرتك. برضه أنا عايز أقول لحضرتك فضلي. إن إحنا المشروع ده مش هو المشروع الوحيد اللي بيستهدف 10 محافظات. تمام. إحنا البرنامج القومي لتنظيم الأسرة بيستهدف 10 محافظات دول بالتحديد مع باقي الوزارات عشان هم أكثر المحافظات إنجابا وأكثر المحافظات تدنيا في المؤشرات الصحية. يعني دكتورة سعاد أنت عايزة تقولي لي إن ده مشروع من مجموعة مشاريع. ده تمام. أحد المشروعات بيستهدف 1,000,000 سيدة في تكافل. تمام. وزارة الصحة بتقوم بدورها في تقديم الخدمات الصحية لتنظيم الأسرة بالإضافة إلى باقي سكان هذه المحافظات. نعم. وليس اللي هم مستهدفين تكافل فقط. نعم. وزارة الصحة بتستهدف 15,000,000 سيدة في سن الإنجاب على مستوى الجمهورية بتوفر لهم كل وسائل تنظيم الأسرة بتوفر لهم خدمات المشورة في وحدات تنظيم الأسرة. ووزارة الصحة تمتلك 5,535 وحدة صحية ومركز صحي يقدمون خدمات تنظيم الأسرة بالمجان وبأسعار رمزية في الأماكن الحضرية. نعم. بكافة الأنواع حضرتك. إحنا وزارة تمام. الصحة نزلت أنواع حديثة وآمنة من وسائل تنظيم الأسرة لم تكن موجودة من قبل زي الوسائل الموضوعية اللي بص الموضوعي اللي بيؤخذ فقط وقت الحاجة وده أعلننا عنه نزلنا 50,000 عبوة ونزلين 50,000 تاني إن شاء الله في الوحدات لزيادة إقبال السيدات عليهم. منزلين حبوب الطوارئ اللي هي بتمنع الحمل الغير مرغوب فيه لو السيدة كانت تقاعست أو نسيت إنها تأخذ الوسيلة أو فشلت في أثناء استخدام الوسيلة من حقها تروح في خلال يومين من العلاقة الزوجية لأي وحدة صحية تاخد حبوب الطوارئ بالمجان. تمام. يعني هي تروح تاخد حبوب الطوارئ هناك مش ما تبقاش معاها يعني. حبوب الطوارئ دي بتعقد فقط عند حدوث علاقه زوجيه غير محميه بوسيله من وسائل تنظيم الاسره. تمام. طيب خلال يومين من العلاقه. نعم. برضو نزلناها لاول مره. في عندنا وسائل حديثه زي الحقن ذاتيه الحقن زي عملناها زي حقنه الانسولين بالظبط. نعم. من حق المنتفعه تديها لنفسها دون الحاجه انها تروح للصيدليه او تروح
لحد يديها لها، دي ان شاء الله تنزل في خلال الشهرين ثلاثة القادمين. طيب عموما يعني ده تجديد في وزارة الصحة واهتمام بهذا الملف، بنشكرك على هذا التوضيح دكتورة سعادة عبد المجيد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، وبشكر طبعا دكتورة أمنة نصير أستاذ الفلسفة والعقيدة على مداخلتها الهامة حول الثقافة الإسلامية والفكر الإسلامي في هذا الموضوع خاصة. طبعا احنا تعودنا ان احنا نسمع تعليقاتكم ومشاركاتكم وتواصلكم معنا واللي بتثري دائما هذا الحوار. خلونا اعود تاني مرة جديدة لزميلتي آلاء حامد مع مجموعة جديدة من التعليقات. تفضلي آلاء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وبالفعل حسين ما زالت ترد إلينا الآراء حتى الآن عبر صفحة البرنامج والتي نستعرض تفاصيل مجموعة جديدة منها. ومعنا أيمن الأنصاري يقول نعم نرى قرار وزارة التضامن باختيار 10 محافظات لتنفيذ مشروع للحد من الزيادة السكانية، هذا المشروع يمكن أن يضيف إذا أيضا أضفنا استخدام ما لدينا من موارد وإمكانيات، فلدينا صحراء شامخة واسعة منتظرة العمل عليها بجهد ومشقة وإخلاص للتوسع المعماري وتوسع الرقعة الزراعية، مثل ذلك القرار من وزارة التضامن يحد من التضخم السكاني ويساعد المواطن المصري في التغلب على مشكلة التكدس السكاني والازدحام المروري. نعم نستطيع لأن مصر فوق الجميع. فياد صبري أيضا تقول بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة في هذا الموضوع أشار إلى أهمية العمل والإنتاج والتوسع وبناء مدن جديدة وتنمية وإعمار سيناء لتستوعب الطاقة البشرية للعمل والإنتاج لتصبح في صفوف الدول المتقدمة، فنحن نعيش على ثلث مساحة مصر، فبدون المد العمراني واستغلال الطاقة البشرية في الإنتاج والتصدير لن تتقدم وسنظل محلك سر. أيضا لدينا المزيد من التعليقات. ممدوح أبو عاصي يقول قرار وزارة التضامن باختيار 10 محافظات لتنفيذ مشروع للحد من الزيادة السكانية هو قرار جيد، ولكن يجب تشجيع المواطن بإعطاء تيسيرات وأولويات من الناحية الصحية والتعليمية والاقتصادية تساعده على تحديد النسل والعمل على تربية جيل متعلم وصحي ومكتفي ذاتيا من الناحية الاقتصادية حتى يساعد في النهوض بالوطن في جميع المجالات وأيضا الحد من الفقر وتحقيق نمو اقتصادي ملموس يضمن حياة كريمة وآمنة للشعب المصري. لدينا أيضا مشاركة من محمود حبيش يقول الحد من الزيادة السكانية كيف، وهو يتحدث عن ناحية معينة، يتحدث عن اللاجئين الموجودين في مصر وهو يرى أنهم يأخذون من السكن العمل، وهذه وجهة النظر يتحدث عنها محمد حبيش، فيرى أن اللاجئين مسيطرون على المدارس ويشاركون أيضا في زحام الفصول والتكدس بشكل عام في مصر، فهو يطالب أيضا بالحد من الزيادة السكانية ومواجهة هذه المشكلة بكافة أبعادها. مشاهدينا بنشكركم طبعا على تواصلكم معنا عبر صفحة البرنامج غرفة المتابعة الإلكترونية، نتلقى المزيد من الآراء والتعليقات، ربما نعود مرة جديدة لاستعراض مجموعة أخرى منها، ولكن الآن عودة مرة أخرى إلى حسام الدين. عطف إليك حسام. وبالطبع بشكر كل من شاركنا بالتعليق ونحن في انتظار المزيد من تعليقاتكم، ودعونا نعود إلى التحليل مع مجموعة جديدة من الاتصالات الهاتفية. معي الآن الأستاذة فاتن عريفي الباحثة في شؤون الأسرة والطفل والحقوقية أيضا، ومعي دكتور علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية. أبدأ بالأستاذة فاتن عريفي الباحثة في شؤون الأسرة والطفل والحقوقية في طبعا في هذا الموضوع. دكتورة فاتن أستاذة فاتن تحياتي. أستاذة فاتن تحياتي لحضرتك. اهلا بيكي استاذه فاتن. يعني فكره ان احنا عايزين نعيد نصحي الناس في فكره الزياده السكانيه وتنظيم الاسره وفكره اعاده يعني الموارد عشان الناس تقدر تعيش مع التضخم ومع الـ 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 الوضع الاقتصادي اللي احنا فيه، محتاج تغيير ثقافة، محتاج تعليم، محتاج أيضا مساعدة. شايفة التوجه إزاي الآن للحكومة والمشروع ده هيفيد إزاي وغيره من المشاريع؟ طبعا الدولة متوجهة دلوقتي للبناء والتنمية، والمرحلة اللي جاية دي من أهم المراحل للدولة المصرية، لأن المفروض إن احنا عندنا مشاريع كبيرة جدا الدولة بتعملها هنبتدي نجني الثمار بتاعتها. نعم. طبعا في ظل الزيادة السكانية موجودة في الوقت الحالي المواطن البسيط مش هيقدر يحس بالزيادة دهيت نتيجة مش هيقدر يحس بالتنمية نتيجة. نعم. الزيادة السكانية. فأهم
المرحله المرحله الجايه ده هي مرحله الوعي للاسره المصريه على ان هي ازاي تعيد التفكير مره ثانيه، والاسر اللي هي لسه بتبتدي على ان هو يكون عندها طفل او طفلين. والرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم اهتمام كبير جدا بتنظيم الاسر، كان بيقول الكلام ده هو حتى في المؤتمر الاخير دي مع اللي هو كان حوار مفتوح مع الشعب. نعم. المفروض حتى المرحلة اللي جاية ده هي لما احنا بنسعى للتنمية والبناء وبنسعى ان يكون عندنا اقتصاد قوي، اي زيادة سكانية هتلتهم هذه التنمية وهتلتهم هذا البناء. فلازم ننزل نوعي الأسر المصرية في القرى والنجوع، وخاصة في القرى والنجوع لان هم بيجيبوا عدد كبير من الاولاد. هل هنهتم بالوعي بالمرأة المصرية فقط؟ لا، أنا بقول لازم نهتم بوعي المرأة المصرية والرجل الاثنين مع بعض طبعا. لأن الأسرة المصرية بتتكون من أب وأم والاثنين ربان لسفينة واحدة، أكيد فمش طبعا. ممكن هنوعي المرأة دون أن وعي الرجل على أن الطفل اللي جاي دول له حق عليهم قبل ما يكون لهم حتى كمان حق على الدولة. حق عليهم في الرعاية، حق عليهم في الحب، حق عليهم في الاحتواء، وحق عليهم في التعليم، في الصحة. نعم. طيب أرجوك ابقي معي أستاذة فاتن عريفي، وأنتقل لدكتور علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية. دكتور علاء تحياتي. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك، كل سنة وأنت طيب. دكتور علاء، في حين أن بعض الدول شايفة أن ثروتها الحقيقية هي البشر، احنا عندنا الهند فوق المليار، الصين عدت المليار و200 و300 دلوقتي، وأكبر اقتصادين في العالم الهند الخامس والصين الثاني. بنيجي احنا بنتكلم في أن احنا لسه عندنا يدوب 100 مليون وعايشين على 5% ل7% من رقعة الوطن، وبنتكلم أن الزيادة السكانية بتاكل موارد البشر. هل شايف هناك تعارض ما بين الزيادة السكانية الكويسة ومع التشغيل وإزاي نوزع هذا السكان، ولا فكرة تحديد النسل هي فكرة يجب أن نعمل عليها بشكل كبير في الفترة الحالية؟ لا طبعا، هو سؤال مهم جدا. لا يوجد تعارض أبدا بين الزيادة السكانية وتحقيق كل الأمال المأمولة نحو الاستثمار الجيد خلال الأمس. التنمية اللي احنا بنسميها التنمية العادية. بالضبط. لأن احنا عندنا ثلاث مشاكل هامة جدا. فضل. لو احنا قدرنا ان احنا فعلا نسيطر عليها بشكل جيد، هنقدر ان احنا فعلا نحقق كل يعني الاستراتيجيات اللي احنا يمكن بنسعى عليها، خاصه استراتيجيه 2030. تمام. اول حاجه يمكن عندي مشكله كبيره جدا، انا مش قادر اوازن بين معدلات النمو السكاني اللي هي يمكن تعدت 2.6% والموارد المتاحه بالنسبه لي اللي هي يمكن شيئا فشيئا بتقل. نعم. الحاجه الثانيه ان انا مش قادر اعمل تعظيم حقيقي في الطاقه البشريه او الاستثمار في الطاقه البشريه الموجوده عندي. تمام. مشكله ثالثه عندي ان انا مش قادر احسن خصائصها. وبالتالي الثلاث مشاكل دول خصائص اللي هي الثروه السكانيه نفسها، اعظم خصائص الثروه السكانيه نفسها اصلا. بالضبط. مش قادر اعظم من استغلال امثل لهذه الطاقه البشريه اللي زي ما حضرتك قلت الهند فيها اكثر من مليار، والصين 1.4 مليار نسمه، وفي نفس الوقت قادره تستغل كل هذه الطاقه البشريه نحو تحقيق استغلال امثل لمكوناتها الاقتصاديه. تمام. لما احنا بنتكلم في هذه الجزئيه بالذات احنا بنتكلم في اقتصاد يقدر ان هو يكون مضطرد، او المقصد مضطرد اقتصاد يقدر ان هو يكون مستدام في الفترة القادمة. واعتقد ان الصين والهند يمكن ركزوا في حاجة مهمة جدا جدا اللي هي ركزت على ازاي تقدر تحقق التكنولوجيا العالية. تمام. من خلال ان هي تقدر تعمل نوع من الابتكار العالي جدا، وقدرت ان هي تركز على القطاعات التي تتسم بالقيمة المضافة العالية، وقدرت ان هي تركز ايضا على القطاعات كثيفة العمالة. الصين والهند ودول تانية قدرت ان هي فعلا تستغل القوى البشرية الرهيبة ليها ان هي تحقق اعلى معدلات انتاجية على مستوى العالم، وقدرت ان هي تحافظ على النمو الاقتصادي الفردي
وحققت فعلا قدرات فائقة في ان هي. طيب دكتور علاء ده عشان نعمل ده احنا محتاجين ايه؟ محتاجين تعليم جيد، محتاجين خطط استراتيجية. بنتكلم بقالنا سنين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب، في قروض تقريبا ب 200 مليار محطوطة في البنوك بقالها 5 سنين ما بياخدهاش في حقيقة الأمر. طبعا هي فايدة بسيطة جدا 5% طبعا وسط فايدة 20% وال 25% اللي في البنوك العادية. ازاي ندور راس مال الدوله؟ ازاي راس مال السكان نفسه، السكان نفسها ازاي ندورهم؟ نعمل اعاده تثقيف واعاده تشغيل للناس، كل الناس عايزه تشتغل على مكاتب، تشتغل موظفين. بص عليك، يمكن الاجابه انا مش يعني مش هفتي من عندي ولا هسمح لحد ان هو يفتي. انا هسمح بس ان احنا نبص للماده 27 من الدستور. تمام. الماده 27 من الدستور المصري 2014 حقيقه وضعت اليات حاكمه لكيفيه تحقيق تنميه مستدامه وتحقيق عداله اجتماعيه، وقدرت ان هي تحقق فعلا يعني توازن حقيقي بين السكان وبين الموارد المتاحه. لما اكدت على ضروره ان يكون هناك نوع من تحقيق توازن بين معدلات السكان والموارد المتاحه، تعظيم استثمارات الطاقه البشريه في اطار تحقيق التنميه المستدامه، لما ركزت ايضا على ضروره ان يكون هناك ضمان لتكافل فرص والتوزيع العادل لعوائد التنميه. الدوله الحقيقه مشكوره من خلال سياده الرئيس الحقيقه يمكن عمل مبادره مهمه جدا، وهي مبادره تخصيص 200 مليار للمشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر. اعتقد ان هذا بياتي في ضوء المؤشرات المقترحه لاهداف التنميه المستدامه. هذه الاهداف لابد ان احنا نقراها كويس جدا، ولابد ان احنا نحاول ان احنا نسعى لتحقيق اهدافها. ممكن كان اول هدف القضاء على الفقر بجميع اشكاله. لا يمكن ابدا ان انا اضع الفقر في وجود معدلات نمو سكاني رهيب جدا، وفي نفس الوقت الاستثمارات في الطاقه البشريه في اقل مجالاتها فعلا وفي نفس الوقت ايضا مستويات الانتاجيه الاقتصاديه في ادنى حالتها. صحيح. يمكن الهدف الثاني كان القضاء على الجوع وتوفير الامن الغذائي باعتباره امن قومي. اي دوله دلوقتي بتوفر غذائها انا بعتقد ان هي بتسعى لتحقيق امن قومي. تسعى ده امن قومي، نعم. انا تمام يا دكتور علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنميه، بشكرك على وجودك معايا وعلى هذه المداخله الهامه. وانضم الي الان دكتوره رندا فخر الدين رئيس الاتحاد النوعي للنهوض بالمراه والطفل. دكتوره رندا تحياتي. تحياتي لحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيبة دكتورة. دكتورة رندا، فكرة ان احنا عندنا عايزين ننهض بما ان حضرتك يعني متخصصة في النهوض بالمرأة والطفل، طبعا الزيادة السكانية او العدد الزيادة في الأسر بيكون في الأسر البسيطة جدا اللي أصلا يعني مواردها الاقتصادية بتكون ضعيفة جدا. في منهم بيعتمد عشان بيجيب عيال كتير عشان يشغل العيال دي وهي أطفال، وفي ناس يعني عشان ما عندهمش ثقافة ولا علم. شايفة ازاي نبدأ في تصحيح هذا الوضع؟ احنا عايزين نصحح وضع اقتصادي، وضع ثقافي، وضع اجتماعي، ازاي نصحح ده؟ أولا احنا محتاجين نشتغل على المجتمعات. نعم. دي بشكل قوي جدا. احنا محتاجين نرفع من مستوى الاقتصادي بتاعهم، محتاجين نشتغل معاهم على ثقافة أهمية تعليم أولادهم. نعم. لأن ده هيتيح ليهم فرصة أحسن مستقبلا. إن اعتمادهم عليهم في سن صغير بيقلل من قدرة الولاد دولت على إنهم يكملوا مستقبلا. طبعا. لأن هم حالتهم الصحية بتتأثر، تعليميا ما بيبقوش جاهزين. فبالتالي أنا بدل ما بفتح قدامهم مجالات أوسع، ده بالعكس انا بضيق فرصهم من المجالات. نعم. الثقافه دي لو اتنقلت للمجتمعات ديت وبشكل قوي ومن خلال اكتر من جهه سواء حكوميه او مجتمع مدني، هنقدر نقلل من عدد السكان، نقلل من انجاب الاسر ديت، لان هي هتبقى بتسعى ان اولادها يبقى مستواهم احسن، فبالتالي مش هتجيب عدد اطفال كبير. طبعا احنا المشكله عندنا في المجتمعات دي كلها فعلا انها اهملت لفترات طويله قوي. فبالتالي هم ما لقوش الرعايه الكامله، هي الكفايه، ما لقوش الفرص العمل اللي توفر لهم انهم ما يشغلوش اولادهم. نعم. ما هم بيشغلوا اولادهم ليه او بيسعوا لعمل اولادهم ليه؟ لان هم مش لاقيين. لو انا وفرت لهم ظروف احسن وقدرت ارفع من ثقافتهم ونوصل لهم خدمات اكتر ونبين لهم اهتمام الدوله بيهم، وان انا اهتمامي بيهم مش عشان خاطر هم عبء على المجتمع، لا ده بالعكس
لأن طيب الثقافة 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 بتاعتنا برضو يا دكتورة دلوقتي ثقافة استهلاكية بحتة، كله بيبص لكله، الطبقات الفقيره مش هتلاقي واحد ما معهمش موبايل، مع ان في الدول المتقدمه يعني احنا بقينا بنشوف الاطفال دلوقتي في الاسر المتوسطه الاطفال اللي في كي جي واللي في اولى وفي ثانيه وثالثه ابتدائي معاهم موبايل، مع ان في الدول المتقدمه مفيش طفل بياخد موبايل الا بعد وهو في ثانوي في هاي سكول في الثانويه. الثقافات دي بدات تنتقل بشكل عشوائي داخلنا، الناس عايزة تلبس أحسن لبس، الناس عايزة تركب أحسن عربيات، وده من حقهم طبعا، بس للأسف محدش عايز يشتغل بالظبط. ما هي دي المشكلة بقى، ما أنا عشان أوصل للاحتياجات ديت أنا محتاج يكون عندي عمل. نعم. ما ينفعش أن تبقى عندي ثقافة أن أنا عايز على طول لكن ما بديش. أيوة. وده محتاج شغل قوي جدا، ومحتاجها شغل على الأجيال الصغيرة. إحنا الأجيال الكبيرة صعب أن إحنا نغير فيها، لكن الأجيال الصغيرة لو ابتدينا نزرع فيهم من دلوقتي إزاي أهمية العمل، إزاي أهمية التعليم، الانتماء، حماية كل جزء من بلدنا ديت دور لكل واحد فينا. أكيد طبعا. ده محتاج إن احنا نشتغل عليهم من هم سنهم صغير، ومن هم لسه أطفال، ومن هم لسه كيجي، من هم لسه صغيرين جدا، محتاجين نشتغل على الجزئيات دي بطريقة مختلفة، مش بمعلومات. صحيح. طيب دور الإعلام في رأيك والمسلسلات والميديا المواقع التواصل الاجتماعي اللي عشان برضو نكون واقعيين هي بقت بتوصل لكل الناس، لكن هل الفئات المهمشة والفئات الفقيرة والفئات اللي هي بتنتشر فيها دي اللي هي العمال اللي بيشتغلوا طول اليوم وطول النهار وكلام دول دي بتوصل لها وليها تأثير الإعلام والميديا فيها؟ لا طبعا مش بنفس القوة. نعم. اللي موجوده في المجتمعات في الفئه. طب عايزين نوصل لهم يا دكتوره، نوصل لهم ازاي؟ هي دي النقطه اللي انا بسال فيها. نعم. المجتمع المدني. خلال المجتمع المدني. نعم. دوره مهم جدا خلال المرحله الجايه، لو احنا ما استفدناش وما استغلناش ال 47,000 جمعيه اللي موجودين عندنا في مصر. يبقى احنا ما نجحناش بان احنا نوصل للناس دي. تمام. لان الناس دي موجوده في مجتمعات بسيطه جدا محتاجه حد قريب منها وحد تثق فيه. نعم. متوفر في الجامعات الأهلية والمؤسسات الأهلية، عشان كده احنا محتاجين زي ما بقول لحضرتك وبأكد عليها تاني نشتغل كلنا سوا. نعم. بخطة موحدة. نعم. أنا بشكرك يا دكتورة رندا، دكتورة رندا فخر الدين رئيس الاتحاد النوعي للنهوض بالمرأة والطفل، وبشكرك على هذه المشاركة، وبشكر طبعا ضيوف المختلفين، وبالطبع بشكركم على مشاركتكم على مواقع التواصل الاجتماعي اللي بيشارك منكم دائما، أراءكم مرحبة لدينا على همزة وصل إي جي، وبشكركم على متابعتنا دائما، ودائما احنا معاكم في مواضيع بتهمكم وأيضا بتدور في فلك حياتكم بنوصل بيها لأعلى المستويات. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.